الصلاة يا على الملائكة إقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
Hajar Aswadul Fatih. Amir, alhamdulillah punya tarawih. Allah Akbar. Allah'a emanet olun.
إن للمتقين مفازا خيرات كرآن أباهما وإبعادهما وتعلم كتابا لا يسمعون الكلمة لهم ولا حسابا جزاء لربك على حسابا فرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الجند والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما نزل له الرحمن وكان صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا كريما يوم يشكو المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ما الدوام للناس والبيت إذا عصعص
وسبيل بذات النقص إنه لقول رسول كريم وتكون جزء عرش مكتوب سمعني وما صدقت بما جنن ولا أدرى ديره بمكتب المدين وما هو على غير الدولين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تزهرون إن هو إلا زكر بالعادة من شاء أن يكون عن مسلكين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك إلى الكبير أن خلقك فصوتك فأكلت في أي سورة ما شاء ركبت أبشار الفوز المؤلفين وإن عليكم لحرفين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن البقر في نعيم وإن الفجار في جحيم يسألون ما يوم الدين وما هم عن هذه الغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وإن يوم يزيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول للمؤذنين الذين إذا افتروا على الناس يستوفون وإذا قالوهم وعوزهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين كما علم كتاب الكتاب السكين وما أدريك ما سكين كتاب مرقوم ويقوم يزيد المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون إلا كل مدد مسكين إذا تتلي عليه آيات وما كان أساتين الأولين كلا فقران على قلوبهم ما كانوا يفسقون كلا إنهم أكبرهم يومئذ لا محاسبون ثم إنهم لأصحاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الكتاب لبدر الذي إنتهي وما أدريك ما إنتهيهم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لكم الحين على الأرائك ينفقون فأعلم بي وجودهم مدى رب النعيم إسعهم من ربك مقبول كتابه بسك وفي ذلك فهي جناب سلم فلا يسلون ومزاجه من قسمهم أين يشعروا بقدر مقربون إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يلحقون وإذا أمروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لقاطعون وما أرسلوا عليهم حافظين فيوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سلوك الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت وإذا لم تمدت وعرفت ما فيها وتخلت وأذنت بربها وحقت يا أيها الإنسان لم تكن من ربك كلمة تنادي فأما من كتاب بيمينه فسوف يخاصم إنسان بسم الله ويكلم إلى أهله مسرورا وأما من كتاب وراء ظهره فسوف يكون كفورا ويشوف سليما إنه كان في أهله مسرورا إن أنفسنا عن كان يحور بل إن ربه كان في بصيرا فلا تقسم بشرفك
ومنها وسب والدمر إذا تسبت وكفن طبقا حقبت أما لهم لا يؤمنون وإزاروا بأعليهم القرآن ما يسجدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وكل أصحاب الحدود عن جنب ذات الوقود كذبهم عليها حدود وهم أمام يفعلون بقلوب من الشجود وما علم منه إلا علم من بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين قد يؤمنون والمؤمنات ثم يكفرون فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري على النهار ذلك الفوز الكبير. إن قد شرك بك لشهيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد قهار بما يريد. على تلك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بالتكذيب واتبعوا من ورائهم مهديك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والتابك وما أدريك ما التابك النجم الصادق إن كل نفس لما عليها حفيظ بل يرجو الإنسان من مقلق ومن ماء دافق يخرج من بين السوق والترائر إنه على رجعه لقادر يوم كل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الشرع إنه لقول الفصل وما هو للهزل إنه يكفي من الكيدا ويكيد الكيدا فما يريد بخير من أقدر من الكيدا. الله أكبر الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسويه الذي قدر فهديه والذي أخرج المرء فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي فليسرك لتسرك ويكرمك عدو من يخشى ويتجنب ما لشكي الذي يشقى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي بل أبلغ من تزكي وذكر اسم ربي فاصبر فيه بل توسعوا لنا يا كريم ولا يكن تلكم أرضي إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. على تلك حدث الغاشية قلوبهم يومئذ خاشعة عاملة ناشدة تسلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة في سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقواهم قلوبها كرمات مسبوقة وزرابي مرصوصة حتى لا ينسوا من حياتهم كيف خلقت وإلى السماء بدون رفعت وإلى الجبال بدون نشدت وإلى الأرض كيف سطحت فزكيت كما أنت مزكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبهم النار العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشمس والوتر والليل إذا يسر هل يجري ذلك الأصل الذي أجر ألم تر كيف فعل ربك لأخرج برمزات الجمال التي تملك لكم سوها في البلاد وسموها الذين كانوا الشكر الجواد وفرعون ذي الأوتاد الذين هلوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لشديد العقاب فأما الإنسان ظلمه فريق ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما بفريقك غدر عليه الخلاف فيقول ربي أظلم كفارا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحكمون على دعاني المسكين وتأكلون التراث أكلا عما وتحبون المال حبا جما بل ترى إذا دمت لك بجدا دكا وتراء ربك والملك صفا صفا وتجيء يومئذ في جهنم
يوم الاثنين تذكر الانسان ما عنده استقليم يقول يا ليتني جميل حياتي فيوم الاثنين لا يؤثر عذابه احد ولا يؤثر وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربي كراهيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله اكبر الله اكبر. ربنا لك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وعن كثير بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان من قبل أيحسب أن لم يقدر عليه أحد وقل أهلكت مالا وولدا أيحسب أن لم يقدر أحد ألم تجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين ألقد رحم العقبة وما أدريك ما العقبة قط رقبة أو الآم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان إلى الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أكلها من زكاها وأرقها ومن دساها كذبت ثمود بتبواها إذن بعث أشكاها فقال له الرسول فالها تقواه وسقياها فكذبوه فأدروها فدمهم عليهم ربهم بسيف وصوتها فلا يكاد قضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وشكر للمسلمين فسنيسرهم للمسلمين وأما من بخل واستغني وكذب للمسلمين فسنيسرهم للمسلمين وما يغني عنه ماله إذا تركي إن علينا للبليغ وإن لنا للائمة ودينه فأنذرتكم نارا كالعصفي لا تشفاها إلا تشفي أما ذكرتم وقلتي وسيجنبها لتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي وسوف يلقي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحيح والليل إذا سجي حاول بأدرى ربك وما قليل فلما يفتح خير لك من الكل ولسوف يؤذيك ربك وتركي ألم يسجد في من فآوي وأعطيك كل أم فهري ووجدك آمنة فأبني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما الدين فترك فأبني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وذو سنين وهذا البلد الذي خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بقدر الدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علم. اقرا وربك الاكرم الذي اكرم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. الا ان الانسان ليأتي حق ايه مستوي ان الى ربك مجيبي. ارايت الذي ينهي أفضل ذا صوتي. أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوي. أرأيت إن تصل وتردي. ألم تعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنصفع من ناسية ناشية كاذبة خاطئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تؤكد وسكت وكتري. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما أدريك ما ليلة القدر نزل الملائكة والروح من كل أمر سلام يا حتى من القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب المتكلمين وما تفرقت الذين أوتوا الكتاب من الله من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم فإن أمر مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمقيات فجأة فالمثيرات شبها أعصرن به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لمنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لكل خير لشهيد أفلا يعلم إذا حسب ما في القبور ونشر ما في الصدور إن ربهم بهم يوم بسم الله القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدريك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقوم الجبال كالمهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة والتكاثر والحكاثر ثم المكاذب ألا سوف تعلمون سنح ألا سوف تعلمون ألا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للذكر المزرع المزرع الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كذا ليوبثن جلب كما وما أدري حمل كما حال الله المبتدأ الذي تبتلي على نفسه إنها عليهم مشغلة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا بريئا ترميهم بتجارة من سكين فجعلهم كعصف مأكول
بسم الله الرحمن الرحيم لإلى قريش إلى كل الشيطان والشيط أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يكذب اليتيم ولا يكذب على دعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك ونهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وكن في بيت بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحوا بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أدري أنه معلم وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فقل مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس رب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى آل يقضي والكار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الناس لك ولا دين أسرارك المستقيم وعلى
مستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبقنا سرعك من الأكبرات إلى صراطك المستقيم وعلى آلي أمر يمدار العظيم اللهم صل على سيدنا
محمد الفاتحة قبلك والكاتب لما سبقنا سر الجنة ولكن صلاتك مستجيبة له هذه أفضل الكتاب العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة قبلك والكاتب لما سبقنا سر الجنة ولكن صلاتك مستجيبة له هذه أفضل الكتاب العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة قبلك والكاتب لما سبقنا سر الجنة Allahumma salli ala
Sabakana sulaki lai kwa rajina sulaki
علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أبرك الكاتمة سبقنا سراج الأجل عادل سراجك المستقيم على علي أكبر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان 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 الله
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق العميم هو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين
ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا قائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائرنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أبوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا أعنتنا على قضائك في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وقال بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته وأن الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت بأهلنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي من أجل الإيمان على أنهم ربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوبنا مع الأبرير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا خالق العوالم بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترانا قد جرى تقصير بقهر من علينا جسرا. يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وابدل علينا من حماك الأمن صلاتك ما هل به يبني. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يكبر ولا يضام. اللهم انا ندرأ بك في امور الاعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اخلناهم بما شئت. اللهم انك على اعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصينا. اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في قبرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا عيب المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم واجعلنا من ذلك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سر ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حضره الجلال العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نقول يا الله نقول يا الله نقول يا الله يا الله يكافئنا منا صلاة التراويح. نقول يا الله يا الله يمنا منا فرق رمضان لافية إن شاء الله يمنا منا عشان سا لافية
wannan rana ta cika tarawihi da Sheikh Malam Ahmadu ya ja musalla da kuma ƴan uwa suka ja salloli a wurare daban-daban. Mun gode Allah mahaddata littafin Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya karɓa musu da karɓa mana. Gashi yau daren 27, wannan dare yana da ƙarfi ƙwarai da gaske a kan cewa shi ne da Lailatul Qadr. Mutane wurin abyakar ɗan rikice, ƙa'ida daban, al'ada daban, karatu kuma daban. Al'ada idan an ce daren 27, yau ne 27, to jiya ne daren 27. Kamar an ce yau Alhamis da daddare, yanzu daren yau shi ne daren Juma'a shi ne. To amma ikon Allah, ita shari'a a wajen arfa sai ta sa duk wanda ya arfa da rana, arfa ba a shiga arfa sai wajen ƙarfe 10, sai lokacin walha ake shiga arfa. Tun daga lokacin walha ɗin nan aka shiga arfa har alfijir ɗin gobe ya kullo arfa ne. Duk wanda ya zo filin ya samu arfa, ko ɗakar dare mutum ya zo filin ya samu arfa. Abin mamaki, arfa ikon Allah sai ta ɗau daren gobe ba daren ta na jiya ba. In a ƙa'ida ne daren jiya, to shi ne duk wanda larawa shi ne daren arfa. Ikon Allah arfa ya ɗau daren gobe shi ne daren ta. To ikon Allah ita ma Lailatul Qadr, idan muka duba karatu, ita ma abin da ya faru ke. Lailatul Qadr ba wai ta ɗau daren ta ba ne, daren gaban ta ta ɗauka. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna min Lailatul Qadr, na fito in gaya muku, sai zan samu mutane suna biyu suna rigima a masallaci, sai aka ɗauke ta. Amma dai Jibril ya gaya mun cewa mu neme ta a goman ƙarshe na Ramadan. In Manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru haka, yanzu kowane dare a goman ƙarshe na Ramadan a neme ta. Sai ce amma fil autari min, a cikin maraba, a cikin cikawa, a cikin gidi-gidi da mara, ba a cikin, to in yace a cikin mara ba a cikin cikawa, to nan ma mun gane. Sai mu fita neman irin mu ce daren jiya shi ne daren 23, daren 29. Amma sai ka sanar fita sai ajin tabka cikin wanda kuka ce yau shaura azumi tara mu gama, fita sai atin tauka yau tara ce tara goma na. Kaga in muka yi na ranar 21 dare ya yi, wannan daren shi ne wanda za mu ce shaura ko azumi tara, wannan daren da ya ƙarfi fi sabi atin tauka cikin daren da an mun yi, za mu ce ranar da an mun yi azumi, za mu ce to yanzu shaura ma azumi 7, wannan daren mu nemi yanzu. Fi kamin satin tauka daren da umi, ranar da umi za mu ce da sauran ma'azumi 5, to mu nemi da ta ƙarfi. Akwai hadisi ma fi salla satin tauka cikin 3 in ta ragu yau kenan, za mu ce sauran azumin 3. Ba a kula da musan ko ta yadda yake zuwa ba, amma dai 30 ne a cikin 30 haka 24 sauran 3 ba wani yana daga ciki. To in mutum bai kula da wannan ba, kamar tasbihin nan ne na Sayyida Fatima Zahra da Sayyidina Ali da Manzon Allah ya basu, wanda shi kuma Allahu Akbar 34, sannan Subhanallah 34, Alhamdulillah. To da yawa mutane suna cakuɗa shi, suna rasa yaya yake, waɗansu su yi na sallah ɗin, waɗansu kuma su yi shi a juya haka. Ga yadda Allah sallah, in na sallah ne da muke bayan kowace sallah, Subhanallah 33,
Allah ya ba su tunda ta go neman mu taya ta aiki Allah ya ba su wannan kila mun tana yi Allah ya dauke barkaciya mun da albarka da sai na ya ci tunan annabi ya ba mu sallah ba ni bashi sa sai ran da ratul hali wani daren yaki da sabana ana yaki ita wannan daren da koyar ban yi ba haka da hika ake nan tuwan wuri ji da zai tai yukan Allah to haka da ratul to mun gode Allah Allah dai karimi ne wanda suka nema jiya ba mai sauki ne Allah ya ba su wanda suka nema ya kuma wanda su ne suka kan kaida mai sauki ne Allah ya ba su wayan su malama sun ka bin cewa tana curuwa tana ce annabi ga inda yace kila annabi sallallahu alaihi wasallama mu ga mu ga yace ga inda zamu nema wayan su ce tana curuwa dan wayan su kan ganta ta goma ta farko din ko goma ta tsakiya din amma ban mu din da Allah ya ce shi ya ga ta ba a wata azumi ba ya kore da shi ko shi musa na ta ba a wata azumi ba to idan ka kadiri abune mai girma dare mai girma hatta kadiri wa midalila dare mai girma me yasa sai dare me yasa ba rana mai girma ba me yasa sai dare me yasa kuma sai amara ba daba wannan ta kallon sirri ne daga cikin sirrukan Allah kowa a iya karfinsa zai iya ganin da su kowa iya fahimtarsa zai iya rasakan da su da ta kadiri ta tashin farko ita ce wanda idan mutum ya shirya mata na farko ga azumi na farko ga sallah na farko ga rage cin abinci ga rage cin abinci kuma ga na farko ga karga dandaran da aka ce a ciki yake a kakan dandaran da yake ya jefar da karfinsa ya jefar da iyawarsa ya fadi gaban rabbul izzati ya kauda idansa daga ganin abubuwa tun daga saban nan ma har daga ran nan ya kauda idansa daga kallakallan TV ko kaza kaza da tunanin abuwa da yanda zai zama kamar ya shirya mata ake to in ya shirya mata haka ya gaggirman Allah ya ji tsoron Allah ko hau daga Allah ganin girman Allah zai iya zuwa wani na daban wannan wanda ya shirya ne Allah mai girma ne ni kaskantacce ne ni ba kowa ba ne buƙatoci na shekaru na kaza 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 sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ya saka masa wani jin wani girma na Allah a cikin zuciyarsa wanda zai yi su sikatan billahi wa tawakkala alai ya dogara ga Allah to ya ga ya dan ji wani abu ne kamar saman wani zai same shi abu ne kamar saman to duk abin da ya same ka na imani na waye haske ne kila in adu yake ma ko a baya yake mutum daga hasken imani hau ya zo ya shiga masu ko wani abu da ake tsaro ko ya yi sada iya dai abin da Allah ya nuna ko kuma ya zato azumi haka mutum da ya ta tunanin girman Allah sifan Allah sunayen Allah zatin Allah da girman Allah ha Allah kuma ya yi mahijabi ya nuna masa hadara daga cikin hadarorinsa ya ga ya zato azumi dare ne na girman Allah da girman Allah ana girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawansa sifansa sunansa zatinsa ko annabi kau ga hasken sa yaisa to bare kuma a nuna ma haka kadari yau gidaye na azumi ko ne Allah ya nuna mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun an kanda kai ya sha an yi saukar qur'ani shi kansa da nasu kadari ne ka tuno qur'ani da nasu kadari ne ya zo inda aka sauke Qur'ani ana sauka da malaika dubu hudu da abin da aka roƙa Allah zai biya ba mu da nan ba mu da kanmu ba mu san ma me zai bada dadi ba me ba zai bada dadi ba me muke so me ba ma so me ya dame mu me ya dame komai ya rikice Allah ka shirya mana Allah ka ba mu da alherin da Annabi Muhammad ya roƙa mana sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu da sharrin da ya roƙa mana Allah ka kiyaye mu ka kiyaye Allah ka ba mu da alherin da jikansa shauƙi da Annabi Abbas ya roƙa mana
Allah ka kiyaye mu daga in sha Allah cikin da wannan show ci da na Abdul Abbas ya roƙa ka kiyaye Allah ka ba mu da alheri da gaus shehu Surah kawalan sai ku da shi da Muhammad Allah ka kiyaye mu daga dukkan shar da gaus ya roƙa mana ka kiyaye mu shi Allah ka kiyaye Allah ka ba mu sansu Allah ka yarda mu nasu barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana yaqin Allah ka ƙara mana ma'arifa Allah ka ƙara mana sanin Ibrahim radiyallahu ta'ala da binsa da bin duk abin da ya ajiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu akan zuciyarmu akan kanmu akan bakiyarmu akan dukkanin alƙawarin duk gabaki da Allah ka saka wa iyayenmu da kai da kakanninmu Allah ka saka wa shehunanmu da malamanmu ilimi da na ƙura'ani da na ɗabi'a da wasu lolinmu Allah ka saka musu da alheri Allah ka saka dukkanin mataimakanmu iyayenmu ɗinnan na zawiya masu taimakonmu ina kan alhaji ga baba a zo da baba wannan a zo na gashi ga kuma baba wannan ya tafiya umra Allah ya dawo da shi lafiya da shauran duk iyayenmu na gona da dukkan ƴan uwa da kowane gari wanda suke taimakon mu don zatin Allah da ake tafi tare da ƴan uwa da muka haɗu muke taimake ke da cikin Allah da kawo mu albirru wa taqwa muka ambaci kanmu da duwa ahli baitati mai duwa ne mu Allah ka kiyaye dukkan al'umma annabi dukkan ƴan uwa musu dukkan ya dari dukkan ya bayyana barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mu a cikin dukkanin waɗannan mutane mun gode ba mu da bakin godiya Allah ka gode mu sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu sasin duniya da lahira ka kiyaye su ka kiyaye ka ruba mana asirin duniya da lahira ka kiyaye zuriyar su ka kiyaye zuriyar mu ka ruba mana asiri ka jada rayuwar mu cikin buɗi da cikin alkhairi da cikin addini da cikin faila da ɗan uwa Malam Ismaila na can lafiya bare-bare ba shi lafiya a inda asibiti da shi Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya daga baki da barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu ka kiyaye imani ka kiyaye dukkanin abin da ka ba mu kiyaye zuriyar mu da imani ka da mu'amalar duka da ɗan uwa da abokan arziki duka barka ka kiyaye ƙasar nan taru ka kiyaye shugabanni ka sa musu adalci da imani da abin da za su ɗaukar ka ƙasa a ɗan ƙasa barka Annabi Allah ka gyara mana ƙasa Allah ka gyara mana duk abin da ya kuɓa kuma Allah ya kuɓa kuma Allah ka yage mana Allah ka gyara mana Allah ka mana maganin abin da ya kuɓa kuma wayanda suka rasu Allah ka ji ƙansu barka Annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke hannu aka rubuwa da su Allah ka fito da su Allah ka fito da su Allah ka kiyaye su Allah ka ba su ya rabbi Allah ka ba mu ma Allah ka kiyaye mu Allah ka gyara zuciyoyin mu barka mu ma Allah sallallahu alaihi wasallam barka Annabi sallallahu alaihi wasallam barka mu soyayyen sa barka da lafiya ta da Allah ka le mu da Allah ka saka dukkan ƴan uwa da kai duk masu kai da kawo da mata da duk maza da duk masu kowane irin kai da kawa Allah ka saka musu Allah ka kiyaye su Allah ka yaye duk abin da ya dace Allah ka ba mu lafiya da lafiya da lafiya da ci rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma inna na'udhu bika min dhaka min sakhatika wa mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la nusi sana 'alayka anta kama asbahta 'ala rusulika anta kama asbahta 'ala rusulika اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أمر والفاتح والناس والناس والحق والهادي إلى سبيل المستقيم على آل محمد العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتوفقنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الله كمين دار ƴan uwa baki lafiya kowa Allah ka kai da shi da lafiya da biyan buƙata da gobe duk wanda ne da Allah so a kansu da dukkan ƴan uwa ko ina suke Allah ka biya buƙata Allah ka kiyaye
Allah saka alheri mun gode mun gode kowa a yi tsaro kowa a yi tsaro aka alfi da karfe da kai Allah ya rufa mana asiri wa madalina ka baki Allah saka kowa da kai barka annan sallallahu alaihi wasallam haji har salatu baci haji har salatu baci Amin. Baca hadis salat, baca. Amin. Alhamdulillah.